هون اخوان حنا متواجدين في سوق خميس تيم حضيت بتاريخ 30/1/2022. شوفوا اثمنة الخروفة فوق السابية وبالزالي شحال خلينا هنا؟ 10,500 درهم. هذه انا ديال تيم حضيت نايس. شحال كتولى البيع؟ هو 14,700 درهم. باش هيدا السوق كاين شويه ديال الشاري ولا؟ ايوا كيتحرك شويه. كيتحرك الحمد لله. الله يسخر اخويا. هون يكون عطينو 500 درهم قطعة 700 درهم. اخا كيفاش تسرفي الساعة؟ شحال اخر يعطيو في هاد الخروف؟ عطيو 13 تبارك الله. 650 درهم. هذه ديال تيم حضيت ياه. ديال تيم حضيت. الله يسخر. شحال قلتي لهم البيع؟ ها؟ شحال قلتي لهم؟ 14 700. الله يسهل الله. الله يجيب تيس. 700 درهم. خرافة تبارك الله راه موجودة تاعي. شحال خلينا هنا الخروف؟ 14 قل 200 تبارك الله. 700 قل 10 درهم. 690 درهم. الله يسخر. شحال قلتي لهم البيع؟ 14 ونص. غير ديال هنا غير ديال تيم حطيت؟ تيم حطيت. الله يجيب تيسير. يخرفك السابية تبارك الله. هذه راه تبعت تبارك الله. هذه واقفة. شحال خلينا فيها؟ 95. اهلا. لاباس؟ شي بخير؟ هانيا. الله يرحمك. 9500. الله يسخر. 475 درهم. ها ديال انا ديال تيم حضيت. ديال تيم حضيت. الله يسخر. شحال قلتي لهم البيع؟ 10,000. 500. يجيب الله تيسير. الله يسهل الامور. الله يرحم الوالدين. عرفتي شحال باش تبيع هادو؟ دياولين. دياولك الناس. الله يسخر. كاينه شويه الليكا ولا غيرها؟ مكسبيات. مكسبيات. شحال؟ 15 750 تبارك الله. مازال خاوية. الله يسهل الامور. الله يرحم الوالدين. 750 درهم تبارك الله باش شفتها. 750. الله يسخر. يا ربي. الله يرحم الوالدين. تبارك الله الاخوان كما قلنا خروفة موجودة الحمد لله. شحال خلينا هنا؟ 87. 8700. تبارك الله. 435 درهم. هادو ما عرفتيش شحال باش تباع؟ ما عرفتيش. كي داير اخويا مزيان؟ ياك لاباس عليك. كي داير لاباس؟ الله يحفظك. لاباس الله يرحم الوالدين. بعتي هادو؟ بعتي. شحال باش تباع هادو؟ اخويا 83 8300 تبارك الله. 415 درهم. تبارك الله زين. وفاش بقاو هادوك؟ اخويا 5000 ريال هادوك. القسطانيين خرافات 225 درهم. 250 درهم. وهذوك هذوك الجوج 13 وواحد 11. اللي من هنا 11. هذوك الجوج من هنا 13. الجوج اللي من هنا 13 650. وهذاك اللي من لهنا 11 550 درهم. ميكوردا 9450 درهم. الكرة الكرة وهاد الجوج هاد هادو 13,000 650 كذا خروفة تتباع شوية. شحال شوية خويا اليوم؟ شحال؟ كل شيء على الله. يا ربي. الله يجيب تيسير. شكرا. الله يخطيك. تبارك الله. اللهم صل. خروفة الإخوانيين الحمد لله موجودة. حكي الثمن تبارك الله راه تتباع. هذي تبعت 415 درهم باش تبعتها. خمسطاش ألف وخمسمية تبارك الله. خروفة مليحة تبارك الله. يا حميد لاباس؟ شوفي خير. الله يحفظك. السلام عليكم. هانيا كيداير بخير؟ الله يرحم الوالدين. عالفة شوية ولا غير سرحة؟ عالفة تبارك الله. شحال عاطيها؟ 16. هادي 16 ونص تبارك الله. وهادو 18. هادي 900 درهم. هادو 825 درهم تبارك الله. 825. كاين البركة تبارك الله. خروفة الإخوان تبارك الله. بلدية مليحة اللهم صل. تبارك الله اللهم بارك.
إخوان السوق خميس تيم حضيت هو هذا اللهم السير بتاريخ 1/9/2022. الناس يتفرجوا معنا الإخوان من ساوش يتفعلوا معنا في القناة، الناس اللي بقوا معنا تالي تحياتي لهم، تحياتي للجميع. هذه بوحدة ب 14 12 شونس 635 هادو 13 شونس 675 وهادوك جوج خمسة ما عرفتي شحال. الله يسخر الله يرحم الوالدين. سمح لنا هم الاخوان يعني نجينا التالي ديال السوق نشوف الاسونة ديال البيع شحال خلينو هادو؟ خلينو 14 700 درهم. مولاهم ما كاينش هنا ما كاينش. الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين. الله يسخر كيدير السوق والنعجة شحال عطاو فيهم؟ هذا 15 قل 200 تبارك الله هو يجيب الله تيسير. مازال خاصة خروفة غالية على النعجة. ايوا الخروفة الناس كيعلفوا شي شوية وتيقلبوا على الصغار كيعلفوا شي شوية وهذه دابا عاود اللي بغا تولدو اللي بغا تولدو كلشي على الله. هاكتي 15 ونص 15 قل 200 740 درهم النعجة ولكن كاين شويه ديال الطاف. الله يسخر الله يسهل لهم والله يرحم الوالدين. شحال خلينا فاش بقاو هذا؟ 9500 كاين شويه بيع شويه اليوم ولا راس؟ 100 ايوا ان شاء الله 475 الله يدير الخير ان شاء الله يجيب الله تيسير. امين الله يسخر امين الله يرحم الوالدين. شحال خلينا فاش بقاو هاد الخروفات؟ 10 ونص 525 525 الاخوان حنا في التالي ديال السوق. السوق هو هذا اللهم السر اللهم بارك. شحال اخر رئيس فاش بقاو هادو؟ 7500 375 درهم. وهذا النعجات هادو 12 شونس 625. كاين شي ولاده ولا ما بيناش؟ شي وحدين شي وحدين اللي رسطة. الله يسخر الله يسهل لهم تبارك الله اللهم وي اخوان خروفه تبارك الله شاط الخروف شاط الحمد لله خير موجود تبارك الله اللهم يسير. وي اخوان فلوق من السوق خميس تيم حضيت هو هذا تحياتي للجميع بتاريخ 1/9/2022. الرئيس اخي انا اخويا لاباس عليك الله يحفظك عندنا شويه كي داير السوق اسيدي اليوم ناس راسي ناس الشاري ما كاينش الشاري ما كاينش الخروف راسي كاع اليوم كاع كلشي لا الخروف لا الخروف كسب شاد الثمن شاد الثمن كسب ديك هذه لا هذه ديالي انا هذه خريف هذاك تمنيت هنا هذاك تيجي والله تيسير عطاوك فيها شي حاجه ولا ما عطاوش اسيدي لا كاش لا عطاونا شي حاجه وشحال تقريبا باش مقيومه تقريبا نقول قول 12600 باش طايحه ايوا جيب الله 630 درهم الله يرحم الوالدين شكرا على الصراحه الله يحفظك اخويا الله يخطيك 630 دابا هذه من القطاغي وحده جوج ثلاثه جوج ايوا جيب الله تيسير كاين اللي مشريين في ذوك الخروفات راهم مشري مع الخروفات الخروفات واش بقاو؟ عطاوني 6200 6200 310 درهم ايوا جيب الله تيسير الله يسخر الله يسهل الله يبارك فيك اجي هذه لا عيط لك شي واحد تبيعها له نبيعها يلا عطيني النمرة 06 59 02 63 52. الله يسخر هو كاين الصغر وكاين الضعف ما كاينش ضعف لا كاين شوية ديال الضعف مويا لا ما كاينش ضعف ها لا كلها شي حاجة كلها غير تطيح على فمها ما كاينش لا مو واقفة المهم كان علاش كنلقطوا واحد وجوج وثلاثة غير حاجة واقفة شوية باش ما نطيحوش في الحاجة اللي كتعاد شري مثلا الدراس فيها 10 ولا 12 تلقى جوج طايحين اللهم تشري حبة حبة وكاين اللي بغى حتى اكثر نجمعوها لهم مرحبا صافي هذا هو اللي كاين المهم سميتو هاد الهضره راه بانت ويجعل الله تيسير الله يخطيك الله يسهل الامور الله يسخر هم الاخوان الاخر عطا النمره انت تسكن بكيكو انا ولد كيكو ولد كيكو تبارك الله محمد ياك جواد 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 الله يسخر اخويا جواد الله يخطيك شكرا الله يجيب تيسير المهم الاخوان الاخ جواد راه حط النمره التليفون الى عجبته السليعه تقفيه وكذا والنية هي كل شيء اللهم يسير صراحة الثمن راه كاين الثمن كاين الثمن كاين في السوق عاد راه كنديروا موحة ولات باش نشريو شوية ديال الدراهم يعني الواحد مادام تيشري راه خصو يشري فين ياكل ويوكل واحد إلا دام هذا الشيء اللي كاين
الله يسهل الامور اخويا جاوب الله يرحم الوالد. والنمره راه فيها الواتساب وفيها صافي هذا هو اللي كان. شكرا اخويا يلا تبارك الله عليك اللهم يسر الله يسهل. نشوفوا هذه تبارك الله. اشنو الرئيس فاش بقات هذه؟ ماشي ديالك؟ ديالي هذه. شحال فاش بقات؟ حنا طالبين 11 وقال عطي 10 و 600. قول لي ما عرفتيش المعطى بالضبط شحال. المهم طالبين 11 550 درهم باش قاطع. كيداير السوق كيداير القضيه كيداير الامور. تتبان لي بزاف في الحاجب تتبان لي فازرو. انت ولد ولدتي محضيت ولا؟ لا انا ولد الحاجب. تبارك الله تتسوق هنايا؟ الله يسهل الله يسهل الله يبارك. كي جاك السوق ديالها تي محضيت؟ مزيان. كاين شويه ديال البيع كاين شويه؟ الله يجعل البركه. الله الحمد لله. قول لي قنع راه الله يجعل البركه. الله يسهل الامور. لا لا يخطيكم الله يحفظك. الله يحفظك. اللهم يسر. شوف الاخوان فيني مع هذا الحولي هذا. تبارك الله اللهم يسر. شحال خلينا عاطين في هذا؟ 46 ها؟ 46 اش داير في السن؟ اه جامع تبارك الله. بلدي ولا ديال لانوك هذا؟ لا بلدي. بلدي اه. الله يسلمك. 46 الله يرحم الوالدين. 2300 درهم تبارك الله. السيد غادي يشري عنده 2300 سن الجمعة. بيع له بيع له الله يسخر التالي ديال السوق هذا خليه تا هو. 40 ها؟ 40 45 حاضر.